الأيام الثقافية بولاية الحمراء برنامج ثقافي وفني متكامل عكست خلال تنفيذها على مدى 15 يوماً صوراً من الحراك المتفاعل لمختلف فئات المجتمع للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات. أيام الحمراء الثقافية خططت لها اللجنة الشبابية بناء الحمراء الرياضي مستغلة الإجازة الصيفية في هذه الفترة الماضية، حيث خططنا في اللجنة الشبابية لتنفيذ العديد من الفعاليات الثقافية. حاولنا أن تكون هذه الفعاليات منقسمة إلى قسمين، قسم تدريبي وتعليمي وقسم تنافسي ما بين فرق الولاية. الانطباع طبعا كان جيد من الجميع، بما أن الفعاليات كانت عامة للجنسين ولجميع الأعمار، فأظهر الجميع ترحيبهم بهذه الفعاليات الثقافية. أيام مثلت حافزاً لشباب الولاية والفرق الأهلية للمنافسة وإظهار المواهب في مجالات المسرح والإنشاد وكتابة القصة والألعاب الشعبية والابتكار في الجانب التقني والتكنولوجي. أتت هذه المسابقة لإبراز هذه المواهب في جميع الفرق الأهلية الموجودة في الولاية، والواجب منا إحنا سنة بعد سنة نطور ونجتهد. إشراك الشباب بمختلف فئاتهم في مثل هذه التظاهرات الثقافية يولد حالة إيجابية من التفاعل المجتمعي، ويعمل على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع. الارتقاء بالشأن الثقافي من خلال الباقات المتنوعة التي تضمنتها الأيام الثقافية بولاية الحمراء من شأنها أن تسهم في صقل مواهب الشباب وتفعيل دورهم بشكل مستمر. علي بن جمعة الريامي، محافظة الداخلية، ولاية الحمراء.